كله بيد الثاني، واحد طلع وأربعة راحم ضحايا بالنهر الفرات. إذن إلى لوكيشن آخر وتحديدا الأنبار. شباب أربعة من أهل الأنبار يشتغلون عمال بناء، يعني ناس بسطاء على قد حالهم، يخلص شغلهم من تعبهم من ارتفاع درجات الحرارة يروحون على هالنهر الحلو نهر الفرات حتى يغيرون جو ويسبحون، وهذا جو الحار. من دا يسبحون غرق واحد من عندهم، الثاني حاول ينقذه أيضا غرق وياه، والآخرين أربعتهم يعني كان الحادث مأساوي، ويعني تعازينا لهذه العائلة اللي فقدت أربعة من أبنائها. ما أعرف يعني إحنا اليوم هاي الشباب الحلوة يعني السبب وين؟ معقولة إحنا ما عندنا أماكن ترفيهية، ما عندنا مسبح نظامي، ما عندنا مكان ممكن يحتوي هاي الشباب في أوقات فراغهم، نبقى فقط هذه الكافيهات والتواجد على الأرصفة؟ يعني خلونا نفكر في طرق نقدر إحنا نغير من نمط حياة هذه الشباب اللي إذا تنتهي بمآسي مثل هذا النوع. خلونا نشوف هذا اللقاء مع عائلة الفقيد أو الأربعة اللي انفقدوا في هذه الكارثة. أربع شباب راحهم يشتغلون عماله قوتهم اليومي، ورا ما خلصهم بالثنتين راحهم للنهر نزلهم يسبحون، غرق منهم واحد 10 سنوات فاتوا يطلعونه، فواحد شله بإيد الثاني، واحد طلع وأربعة راحهم ضحايا بالنهر الفرات منطقة البذياب نازلين الساعة 2 الظهر غرقهم، طلعناهم الساعة 4 العصر بسبب الحر. نعم شباب من البذياب اجوا لمنطقة الفراج يسبحون، كهرباء ماكو، رادوا يريحون عن انفسهم في سبيل يبردون عن انفسهم، كان ابو الشغل، فواحد كلب بالله سبحان الله صارت الحاله اربعتهم غرقوا بالشط بسبب كهرباء ما موجوده. ليش راحوا؟ لانه الاجواء الحاره كهرباء ماكو، ها فيروحون حتى ما يروحوا للشط يسبحون. ليش تطالبون؟ نطالب انه توفير الكهرباء بالمناطق، لانه توفير الغاز للمولدات حتى المولدات تشتغل، لان الغاز بدا اصبح غالي. هذول غرقوا هذه الشباب الاربعه بسبب قله الكهرباء بالمحافظه، قله الكهرباء بالمحافظه، فاحنا نطالب الجهات المسؤوله انه توفر الكهرباء للمحافظه، لانه المولدات بعد اصحاب المولدات بعد عجزوا، الغاز سعره 800 صار فغالي، الكهرباء الوطنيه قليله، ماكو التزام بها مضبوط. النهريه ما قصرهم، قياده الشرطه، الاستخبارات، الامن الوطني، كل الاجهزه الامنيه جزاهم الله خير ما قصرهم. الساعه تقريبا صارت من الوحده الى حد 5 العصر، يلا طلعهم جماعه الشرطه النهريه جابهم القواصين وطلعوهم.